معظم الجيل القديم مرتبط بحواديت قبل النوم، لكن هل ممكن نرجع تاني لأطفال الجيل الجديد حدوتة قبل النوم؟ خصوصا بقى كمان في وجود الانترنت والتكنولوجيا والألعاب الإلكترونية والموبايلات والحاجات الكتير جدا جدا اللي مشتتاهم دي. عشان كده احنا النهاردة معانا ومنورانا في حلقتنا رندا الساوي، صانعة محتوى للأطفال، هنعرف منها ازاي قدرت تنجح في انها ترجع تاني حواديت قبل النوم بصوتها للأطفال. اهلا وسهلا بيك يا رندا، منوراني. اهلا بيك، مبسوطة بوجودك معايا. ميرسي رندا. في الاول عايز اسألك على الفكرة، ازاي جاتلك الفكرة ان انتي ترجعي حواديت قبل النوم تاني وتعمليها بصوتك وتنزليها على السوشيال ميديا، ومنين جبتي الحواديت؟ الفكرة جاتلي بالصدفة. كان ابني وقتها عنده 7 سنين، وكان قرايبه بايتين معانا ومش راضين يناموا خالص، فقلت لهم تعالوا احكي لكم حدوتة. فقعدت ادور كده اونلاين، مفيش حاجة عجبتني، لقيت كلها حاجات هم عارفينها، فروحت مألفة فحكيت لهم، وقصة عجبتهم جدا. كانوا بايتين عندنا كذا يوم، فبقوا كل يوم احكي لنا واحدة تانية، احكي لنا واحدة تانية. بعدين لقيت نفسي بألف كويس، فابتديت اسجل على واتساب اللي بتألفيه اللي القصص اللي بألفها، وبقيت ابعتها كده لكام واحده من صحابي. فصحابي بعتوا لكام حد من صحابهم، بقى في اقبال، ابتدت الناس تطلب مني كل يوم عايزين. فواحده صاحبتي بقى قالت لي لا، لو الموضوع فيه اقبال كده اعملي بقى قناه على اليوتيوب. بالظبط. فعملت بقى قناه على اليوتيوب وبدأ يعني الموضوع. الحواديت اللي انت بتقوليها دلوقتي كلها من تأليفك ولا بترجعي للحاجات اللي بقى الحواديت التراثيه بتاعت زمان اللي كنا بنسمعها؟ لا، من تأليفي كلها. كلها من تأليفك. طيب برضو انا كنت عايزه اعرف منك الفرق بين الحواديت زمان والحواديت دلوقتي. انت كنت بتسمعي حواديت زمان او كان بتحكي لك حواديت زمان؟ طبعا. طيب الفرق ما بينها وما بين الحواديت اللي لقيتيها اونلاين وما بينها وما بين الحواديت اللي انت بقيتي بتألفيها واكيد ضفتي عليها حاجه الولاد حبوها او الولاد استمتعوا بيها عشان كده طلبوها تاني؟ انا حاسه ان الحاجات اللي موجوده دلوقتي كلها حاجات سريعه وحاجات فيها انيميشن وحاجات زي كده، فانا حبيت اعمل حاجه مختلفه عن اللي موجود دلوقتي، وهي ان انا ارجع الحواديت العاديه خالص بتاعت زمان دي، زي ابله فضيله والحاجات دي. حدوته بتتحكي والطفل بيتخيل الصوره، مش محطوطه قدامه. بالظبط. هي حدوته صوتيه بس، طبعا عشان يوتيوب هو اصلا فيديو بلاتفورم، فكان لازم احط شويه صور بس. الفكره ان انا بقول للاهالي لا، سمعوا اولادكم، بلاش يبصوا على الشاشه، وبحكيها بشكل برضو بسيط عشان الاطفال يبقوا فاهمين القصه، وكل قصه بيبقى ليها رساله عايزه اعلمها للطفل، وعامله شخصيات كمان انا اللي مالفاهم يعني، فالاطفال بيرتبطوا بالشخصيات دي. فحاولت ان انا ارجع برضو الستايل بتاع زمان بتاع الحواديت اللي هي اللي اتربينا عليها واحنا صغيرين، عشان تبقى حاجه مختلفه مش موجوده دلوقتي. هم بيحبوا ايه دلوقتي؟ بيحبوا يسمعوا عن ايه دلوقتي؟ احنا زمان كنا بنسمع حاجات حواديت شويه فيها حاجات خرافات شويه، حاجات زي مثلا بينوكيو وسندريلا، يعني حاجات ليها علاقه بالفيري تيلز اكتر. دلوقتي بقى الولاد تحب تسمع ايه مع الحاجات الكتير والانبهارات الكتير اللي اصلا بيتعرضوا لها طول اليوم؟ طب هم نايمين او هم جايين يناموا، ايه الحاجات اللي بيحبوها؟ انا بحاول ان انا ادخل الستايل بتاع الفيري تيلز ده، يعني هي قصص خياليه. حلو قوي. فعندي مثلا شخصيه الساحره الطيبه اللي هي الفاري دي بتظهر في القصص، وعملت كمان حاجه مودرن شويه، عملت حاجه اسمها سمسم الالي، ده انسان الي برضو عنده سوبر باورز، يعني حاجات بقى بيطير وكده. ما علشان تشد انتباههم. بالظبط. فهم بيحبوا اي حاجه فيها خيال. صح. فالحمد لله يعني. ما هو انا عايزه اعرف خيالهم زي خيالنا ولا خيالهم اختلف عن خيالنا، ده اللي انا اقصده، فهماني؟ احنا كنا بنسمع زي ما انت قلتي كده، بس احنا كانت عندنا الساحره، في ساحره طيبه وفي ساحره شريره. لا انا ما حطيتش وش شريره. مش عايزين نشرف الموضوع. بس هم زي ما قلت لك التكنولوجي والانيميشن والحاجات دي كلها والاي اي مخليه كل حاجه بوسبل بالنسبه لهم. صح. الخيال مش بيشتغل، كل حاجه موجوده قدامهم، فاكيد عايزين حاجه اعلى، ده اللي انا كنت اقصده يعني. طيب هل شغلك الاساسي ليه علاقه بموضوع الحواديت ولا بتعملي حاجه ثانيه؟ ملهاش علاقه. لا لا لا، انا بشتغل في شركه عالميه ليها دعوه بالاتصالات، وانا ماسكه العلاقات العامه والاعلام، ماليش اي علاقه بقصص الاطفال خالص. بس الموضوع ده بعمله كهوايه يعني جنب شغلي. انت تقريبا بداتي من امتى؟ بدات من 2018، يعني بقالي 6 سنين.
وبتخاطبي سن كام تقريبا بقى الولاد اللي مقبلين على الحدوته تقريبا المراحل العمريه ايه؟ انا يعني بقول من سن 4 سنين لعشر سنين حلو. بس في ساعات اطفال اصغر شويه بيبداوا يسمعوا حسب برضو الطفل عنده تطور قد ايه في الكلام، لان هي لازم يكون فاهم الكلام اللي بيتقال. ففي اطفال بيتكلموا بدري قوي فتلاقي من اول 3 سنين بيسمعوني، في اطفال لا من اول 4 لحد بقى 10 سنين، بعد كده بقى الاهتمامات بتختلف شويه. طب كلميني عن اكتر قصه عملتيها وعملت مشاهده عاليه عندك او اعلى مشاهده عندك. عملت قصه اسمها سميره والضيوف، دي حققت اعلى مشاهده. عن هي سميره يعني شقيه وكانت بتتشقى وعملت مقالب في الضيوف، فقصة دمها خفيف يعني، فالحمد لله يعني حققت نجاح. الولاد حبوا الشقاوة ولا حبوا اللي في النهاية؟ النهاية كانت النهاية على ايه طيب؟ النهاية كانت لا ايه؟ لا انتهت نهاية سعيدة الحمد لله. كويس الحمد لله. بس هم حبوا كل يعني أركان القصة. يعني الأطفال بيحبوا الحاجات اللي بتفكرهم بنفسهم برضه. إذا أنا زي سميرة أو أنا ممكن أكون بعمل زي سميرة. بالظبط. فده اللي خلاهم يرتبطوا بيها وحبوها عملت مشاهدات عالية. طيب برضو تاني من خلال خبرتك بقى دلوقتي، سهل ان الولاد يرتبطوا بالحواديت بتاعت قبل النوم بالرغم من وجود التكنولوجيا والانترنت وكده؟ يعني الطفل تحسي في نسبة اكتر في ايه؟ اللي يحب ينام على ان هو يتفرج على كرتون او يتفرج على مسلسل مسرحية حاجة من الحاجات بتاعت الاطفال، ولا اللي يحب يسمع قصة؟ هو الموضوع طبعا مش سهل، لان زي ما انت قلتي الاطفال عندها دلوقتي كل حاجه والانترنت وكده. بالظبط. فالموضوع ده لازم الاهل هم اللي يتحكموا فيه. يعني لازم الاهل ممكن في الاول مثلا مش هيقدروا ان هم يقنعوهم ان ما يبصوش على الشاشه، فممكن في الاول يتفرجوا على الحواديت على اليوتيوب يبصوا وهم في السرير، بعد شويه ممكن يعودوهم طب بلاش نبص تعالوا نسمع ونغمض عينينا. يعني هياخد مجهود شويه من الاهل، انا ما بقولش ان هو سهل، لان احنا في عصر يعني كل حاجة على الشاشات فهو مش سهل. ولكن مع الاستمرار وان الاهالي بيبقوا عندهم يعني شوية صبر بيقدروا ان هم يحببوا ولادهم، وبيبقى خلاص ده روتين النوم بتاعهم كل يوم. انا مثلا ابني كل يوم، ابني الصغير يعني الكبير خلاص، بس كل يوم بنشغلها وما بيتفرجش على السكرين، هو بيسمع بس. كويس جدا. طيب برضو حاسة هم بيميلوا اكتر لايه كاطفال من بعد السن اللي يعرفوا يقروا فيه؟ يعني عشان في مرحله عمريه بتسمع الحواديت ما تقدرش تقرا، زي ما قلنا كده انت بدانا من 3 4 سنين لحد نقول مثلا 6 7 سنين مش بيعرف يقرا كويس. من 8 ل 10 بقى يحب يسمع الحدوته ولا يقراها كقصه؟ شايفه ايه؟ يعني برضو من خلال خبرتك مع وتعامل مع الاطفال واولاد صحابك وكده. 8 ل 10 بيبقوا عايزين اكتر يبصوا على حاجه. يعني هو مش عايز يسمع، هو عايز يبص على سكرين. سكرين؟ لا انا بتكلم على القرايه، يعني حتى لو تبقى مقروءه مثلا. القرايه برضو للاسف قلت، لان خلاص هو عنده الحاجه جاهزه قدامه بيتفرج عليها. صح. اللي يخليه يقراها كتاب. فبرضو تاني الاهل ليهم دور مهم جدا ان هم يحببوا ولادهم في القرايه دي. صح. يعني اساسيه ان لازم دور الاهل. لازم القرايه كمان تبقى جزء مهم من حياه الاولاد، يعني سواء كتب او على الاقل هم حابين يقروا من سكرين. طب ما يقروا من سكرين مفيش مشكله، بس يقروها. انا عملت فعلا يعني حدوته واحده بس الحقيقه، نزلتها كانها قصه مكتوبه بكلام يعني. وجبت حد بتاع رسم عمل لي الشخصيات رسمها لي، فيعتبر زي كتاب بس بيتفرجوا عليه اونلاين يعني. بقى عندك كام قصه تقريبا على القناه بتاعتك؟ لا عندي اكتر من 60 قصه ما شاء الله. كلهم من تأليفك؟ كلهم من تأليف. حد بيساعدك؟ حد بيديلك أفكار؟ حتى لو من الولاد الصغيرين حد بتستلهمي منه أفكار كده؟ أولا أنا طبعا عشان أم فأكيد ولادي هم مصدر إلهام. بس كمان الأهالي، يعني الأهالي يجوا يقولوا لي مثلا دي بنتي بتعمل كذا، طب احنا عايزين حدوتة عن كذا. ساعات أنا برضو أنا عندي صفحتي بتاعت الفيسبوك مثلا أكتب عليها يا جماعة عايزة مواضيع فالناس تقول لي، فباخد يعني من ده ومن ده. ده انا فهمت من ده انه مثلا لو حد بيعمل شقاوه في حاجه معينه انت ممكن بتاخدي الفعل اللي بيعمله ده بتحطيه في قصه وبعدين بتديله في الاخر عبره، زي ما كنا بنقول زمان يعني. دلوقتي لو قلنا للعيال عبره ما حدش هيسمع حاجه. بس في الاخر نصيحه يعني او ليدنج لانه الطريق الصح.
ازاي نتصرف في المواقف اللي زي دي ونبقى شطر، بالظبط. صح؟ لان هو زي ما انت قلتي، انا لو جيت قلت له كده امر مباشر ما تعملش كذا، مش يعني ممكن ما يسمعش الكلام، لكن لما تحكي له الموضوع من خلال قصه، اولا بتثبت اكتر في عقل الطفل، تاني حاجه بيتقبلها اكتر. وبعدين الام ممكن تقول له فاكر لما سمير عمل كذا، فاكر لما سمير عملت كذا حصل ايه، فبتقدر ان هي تقولها له بطريقه لذيذه، فبيتقبلها اكتر وبتثبت بقى عنده. يعني اشمعنى اخترتي اسم سمير وسميره لشخصياتك؟ في كذا سبب. اولا لان هم سهلين في النطق، الاطفال يقدروا يقولوها بسهوله. كويس. تاني حاجه ما كنتش عايزه اقول مثلا محمد او جرجس حاجه مرتبطه بدين، لا انا عايزه كل، انا بخاطب كل الاديان وكل الناس، فما حبيتش ان انا اعمل اسامي ليها علاقه باديان يعني. فسمير وسميره اسامي تنفع في اي دين يعني. بالظبط. وكمان ما كنتش عايزه اسامي موجوده دلوقتي، يعني سمير وسميره في مصر اسامي قديمه شويه، عشان الطفل لما يسمع ما يفتكرش ان انا بحكي عليه. يعني لو انا عملت اسمه كريم مثلا، في مليون كريم دلوقتي، فيقول ايه ده، دي قصدها عليا. فبعدت عن الاسامي اللي موجوده دلوقتي وخليت اسامي قديمه يعني، اللي هم سمير وسمير. سمير وسمير، انت اللي بتعملي كل الاصوات ولا في حد بيساعدك؟ لا انا كله كله. اتدربتي على ده؟ طيب في حته عملتي ايه علشان تعرفي تعملي ما شاء الله ال 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 القناه والحدوته بشكل متكامل، من تاليف للحكايه نفسها، فكره انك بتحكي دي لوحدها تالنت، وانك كمان بتعملي اصوات مختلفه، عملتي ايش توصلي لده؟ انا طول عمري اصلا بحب يعني الفويس اوفر والمجال ده، كان نفسي اطلع مذيعه زيك. احنا اللي اخترنا. فانا بحب الموضوع ده. وفي الجامعه، انا كنت في الجامعه الامريكيه، كان بناخد شويه كورسات بره التخصص بتاعنا، فاخدت شويه حاجات ليها علاقه بالمسرح، فدرست شويه الموضوع ده. وبس يعني، هي تاني موهبه من عند ربنا اكتر من اي حاجه يعني. برافو عليكي والله. اكيد اي حد بيبدا مشروع او يبدا حاجه، فكره جديده وعايز يبقى ليها ناس ويبقى ليها جمهور يبقى في عليها اقبال، يعني لازم بيواجه صعوبات. واجهتك اي صعوبات؟ ولو واجهتك اي صعوبات كانت عباره عن ايه، وعرفتي ازاي تتغلبي عليها؟ والله الصعوبات هي اني انتشر، لان انا السوشيال ميديا للاسف اللي بينتشر فيها هو المحتوى اللي فيه بقى ترفيه اكتر، ومش عايزه اقول عليه تافه، بس يعني مش المحتوى اللي انا بقدمه. يعني المحتوى اللي انا بقدمه صعب قوي انتشاره على السوشيال ميديا للاسف، فده تحدي كبير جدا. قدرت اتغلب عليه ازاي؟ لا انا لسه ما اتغلبتش عليه، انا لسه المشوار طويل. بس وجودي معاكم النهارده، وجودي في برامج تانية، وجودي على السوشيال ميديا بيساعد اكيد، الانتشار اكيد. صح. فهو مشوار طويل، بس انا بحاول يعني. بس اكيد ان شاء الله هتوصلي فيه لكل اللي نفسك فيه، انا متاكده انك هتعملي تجتهدي، وانت فعلا مطلعه فكره حلوه قوي وجميله محتاجينها جدا. مش ناس كتير دلوقتي بتعمل ده، مش ناس كتير بتهتم بالطفل وبنموه العقلي وبنموه كمان، يعني الحواديت دي بتساعد على النفسيه انها تبقى سليمه، التربيه بتساعد على تربيه مع طبعا. الاب والام بتوصل قيم كويسه جدا جدا بطريقه مبسطه، فاكيد جدا جدا بتساعدي الاطفال، فهتوصلي اللي نفسك فيه ان شاء الله. ان شاء الله. بس احنا ما ينفعش نكون بنتكلم على الحواديت وما نتكلمش عن رائده الحواديت العظيمه ابله فضيله. فابله فضيله اكيد كلنا كنا نسمعها واحنا صغيرين، واهالينا كمان كانوا بيسمعوها، بس عايزه اعرف منك كنت بتسمعيها، اثرت فيكي ازاي؟ ايه الحاجات اللي انت حبيتي تعمليها او يعني تستوحيها من قبل فضيله، والحاجات اللي انت ممكن تكوني بتطوريها شويه عن الاسلوب الحكي بتاع قبل فضيله؟ والله هي قبل فضيله طبعا زي ما انت قلت يعني هي ايكون يعني. طبعا. هي اولا اكتر حاجه بتميزها صوتها. انا مش هقدر اعمل صوتها لان ده جميله، كل واحد له صوته. ايوه صح. بس اللي بيلفت في صوتها ايه؟ ان هي صوتها مريح. فده اللي انا بحاول اقلدها شويه فيه، ان انا بحاول اخلي صوتي يبقى مريح. الطفل يعني هيسمعني قبل النوم، هي قصص قبل النوم، فهو مش عايز حد بيزعق يوتره. صح. طريقتها كمان سهله وبسيطه، فحاولت ان انا برضو بعمل ده، ببسط قوي المعلومه للاطفال، حتى لو انا بخاطب من 4 لـ10، بس في الاخر من 4 لـ10 هيفهم المسج اللي انا عايزه اقولها او الرساله اللي انا عايزه اقولها. فلا استفدت منها طبعا كتير يعني. ونفسي ان انا اوصل للاطفال ويحبوني وافضل مستمره عبر الاجيال زيها.
وطبعا الراديو زمان كان حاجه الناس كلها بتهتم عليه طبعا. دلوقتي الراديو موجود بس اختلف عن زمان. فنفسي طبعا ابقى ليا برنامج في الراديو او ابقى موجوده في الراديو، يمكن يحصل في يوم من الايام. يمكن جدا طبعا. بس لا، هي اكيد يعني بالنسبه لي مصدر الهام يعني كبير يعني جدا. فاكره قصه من القصص بتاعتها ولا مش قادره تفتكر اسم قصه؟ انا كنت بسمع قصص كتير قوي بس مش فاكره ولا اسم قصه دلوقتي للاسف. لا انا بحاول اقول لك يعني عشان لو مش فاكره ما تزعليش. لا مش فاكره قصه معينه الحقيقه، بس هي كانت بتدخل اكتر الحيوانات وكده. انا غيرت بقى ده يعني، انا عامله، وبعدين انا عامله شخصيات ثابته يعني سمير وسميره وسمسم الالي والساحره الطيبه، يعني عامله شخصيات عشان الطفل بيرتبط بالظبط. وللاسف احنا النهارده الاطفال مرتبطين بشخصيات جايه لنا من بره، يعني سوبرمان وسبايدر مان ومليون بقى حاجه. طب فين بقى الشخصيات بتاعتنا؟ مفيش حد عمل حاجه بعد بوجي وطمطم وبكار، يعني فين الشخصيات المصريه اللي الاطفال ترتبط بيها؟ هتلاقي يعني في الثمانينات كان بقلوز، بوجي وطمطم، بعد كده ظهر بكار. بس مش معقول هما دول بس. بصي امريكا عندهم كام شخصيه. فانا برضو من يعني من احلامي ان الشخصيات دي تنتشر والاطفال ترتبط بيها اكتر وتبقى موجوده. وعملت على فكره عروسه سميره، بس الوحيده اللي عملتها، عملتها على شكل عروسه. بتيجي معايا ساعات بعمل ايفنتس احكي حكايات للاطفال. حلو قوي. وباخدها معايا. حد بيبقى لابسها. هي في جسم الانسان يعني. فحد بيبقى لابسها وانا بحكي. جميل جدا. بس مش انت اللي بتلبسي العروسه؟ لا. هيبقى صعب اكيد، ما برضه جوه حر قوي مش تقدري تحكي. فحد بيبقى معاكي بيمثل الحكايه وانت بتحكي فيها، عشان حتى تقربي الخيال للاولاد ما يبقوش بعيد قوي، او عشان ما يسرحوش منك يعني. لما في الايفنتات صحيح، لما الولاد بتبقي قاعده بتحكي لهم الحدوته، بتلاحظي ان هم مركزين ولا مشتتين؟ لان احنا ولادنا دلوقتي بقوا مشتتين قوي، وما فيش حد عنده خلق من الولاد ان هو يقعد ويسمع اي حاجه. فبتلاحظي ايه في وانت في ايفنتات؟ السن الصغير بيبقى مركز جدا. السن الصغير بينبهر بفكره ان هو يسمع حدوته. وفكره ان هو شايف سميره، يعني هو بيسمع مثلا في البيت الحدوته بس عمره ما شاف سميره دي في الحقيقه. فلما يشوفها بقى قدامه، عارفه زي لما بيروحوا مثلا الملاهي ويشوفوا الكاركترز، نفس الحاجه، انبهار رهيب. فالسن الصغير احنا بنتكلم مثلا لحد سن ست سنين سبع سنين بكتير. لا بيبقوا مركزين. بعد كده بقى بتبتدي اهتماماتهم تختلف شويه. في منهم بيحب، وفي منهم زي ما انت بتقولي لا هو مشتت وعايز يعمل حاجات تانية وكده. بيفرق ولاد عن بنات في فكره التركيز والاهتمام بالحدوته البنات اكتر، البنات بيحبوا اكتر من الولاد. بيركزوا كمان اكتر في التفاصيل. بيسالوكي في تفاصيل الحدوته ولا لا؟ فرصه بقى انت قدامهم وانت بتحكي الحدوته. ف كتير رندا كذا كذا. كتير كمان الاقي اهالي مثلا، امهاتي يبعتوا لي على الواتساب فويس نوت الطفل مسجلها عايز يقول لي حاجه، رندا لما حصل كذا مش عارفه ايه كده يعني. ممكن تغيري نهايه الحدوته عشان اطفال طلبت ده؟ ما حصلتليش قبل كده، بس ممكن اعمل زي ما احنا كده بنتفرج على فيلم ولا مسلسل، عايزين نغير النهايه، مش عايزين نبطل تموت مثلا. انت عامله نهايات حلوه طبعا. بس هل ممكن حد يطلب منك فعلا تغيري حاجه، او تغيري حاجه في النهايه، او تغيري حاجه في تفاصيل الحدوته عشان تبقى مناسبه للاطفال او لاولاده بالذات؟ ساعات في اهالي بيقولوا لي مثلا طب كنت تشيلي كذا، طب كنت تحطي كذا. بتسمعي بقى كلام؟ بسمع رايهم طبعا، لان مهم قوي ان انا اخد اراء الناس اللي بيسمعوني عشان احسن من نفسي. وساعات هم بيطلبوا مني اعمل لنا الموضوع الفلاني. فبعمله برضه. حابه في الفتره اللي جايه تضيفي ايه للحواديت بتاعتك؟ حابه انها تظهر بصوره شكلها عامله ازاي؟ ايه اللي بتحلمي بيه لمشروعك يعني؟ والله اللي بحلم بيه ان انا اوصل لكل الاطفال المصريين. انا دلوقتي اخر حاجه عملتها بعمل حمله اسمها شجع لغه بلدك. لان متضايقه قوي ان في، مش هقول كل المصريين بس هقول فئه معينه من المجتمع، اللي هم مقتدرين شويه ماديا، بيدخلوا اولادهم مدارس اجنبيه. للاسف العيال دي ما بتعرفش عربي.
للاسف بيقعدوا فتره كبيره ما بيعرفوش عربي. وبتلاقي الاهالي فاكرين ان دي حاجه حلوه ان انا ابني بيتكلم انجليزي احسن من العربي. لا، هو مصري، هو لازم يتكلم عربي، والانجليزي ده لغه تانية. فبحاول بقى ان انا انتشر اكتر في الـ يعني الطبقه دي، اوصل لها اكتر، عشان يعني احاول ان انا انتشر واوصل لاكبر عدد اطفال. عشان كمان يتعلموا العربي، عشان يعرفوا انه احنا عندنا حاجات حلوه، حاجات ممتعه، وحاجات لطيفه وخياليه برضو، بس يعني بس مناسبه لينا وشبهنا بتاعتنا، مش زي ما انت قلتي كده بنستوردها من بره بثقافه وقيم برضو مختلفه احنا ممكن نكون ما نفهمهاش او اولادنا ما يفهموهاش. فيعني حاجه جميله والله جدا، وحقيقه انا بحييكي على الفكره الحلوه قوي دي والمشروع الهايل ده، وبتمنى لك ان انت تحققي اكتر من اللي بتتمنيه، ويكون في برنامج واثنين وثلاثه مش برنامج واحد بس. وسعيده بيكي جدا جدا. شكرا يا رندا. بشكرك. انا اللي بشكرك ونورتيني. ميرسي ليكي. كانت ضيفتي في الفقره دي رندا الساوي، صناعه محتوى اطفال، حواديت قبل النوم. وبكده نكون خلصنا خلاص فقرتنا دي، هنطلع لفصل سريع ونرجع نكمل معاكم فقراتنا السنه.